اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلاها سمك النهارده يا شفنا. معانا سمك البلطي بتاعنا من خير مزارعنا، بنصدره لكل الدين لكل العالم. السمك البلطي دايما بنعمله مشوي رده، زيت وليمون، مقلي، سنجاري. ما فكرناش نعمله اكله عربيه، يعني برياني او كبسه. ايه رايكم؟ مش الشعور وبس اللي اتعمل، مش الهامور بس اللي اتعمل، مش الدراك بس اللي اتعمل، كمان البولت نقدر نستغله في الاكلات العربيه وخاصه في دول الخليج، بما ان احنا بنصدره لدول الخليج. البولت معانا النهارده هنعمله برياني بالطريقه المغازي، معاها رز بسمتي ومعاها زبيب وجزر والبهارات العربيه اللي بتدي اللقب للاكل العربي، اذا كان الحبهان او اللومي او القرفه اللي هي الدرسين. معانا الجندفلي النهارده اللي هي العرايس، اللي هو نقدر نقول بلح البحر، ولكن الجندفلي مسمى للشكل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه. هنعمله شوربه النهارده بالكرفس مع الكريمه، حاجه لطيفه وجميله. لما نعملها شوربه هنشرب الشوربه ونسيب الجندفلي. اما البطاطس والتونه لنا موقف معاها لكبار السن والاطفال واللي مش بياكلوا السمك، يقول لك احنا مش بناكل سمك بس ممكن ياكلوا تونه، ياكلوا جمبري، فنعمل لهم النهارده التونه كفته. كفتة التونة بالبطاطس على طريقة الخاصة، نعملها ازاي ومتفكش منك وتاكلي صوابعك وراها. حلقتنا النهاردة حلقة فوسفورية لها معنى خاص جدا. تعالوا مع بعض نعمل كفتة التونة بالبطاطس. مقاديرها على الشاشة. مقادير كفتة التونة بالبطاطس. معانا بطاطس مسلوقة مسبقا وتخلصنا من القشرة وقشرناها. معانا تونة. شيف المغازي مدرسته بتقول ايه في طبق الكفته او في عمايل الكفته؟ بحب تسويه البصله والتومه قبل ما احطهم في الكفته، وخاصه لو كانت تونه او كفته جمبري. البصله لما بتكون نيه في قلب الكفته ما بتبقاش لطيفه. فتعالوا مع بعض نساوي البصلايه والتومه قبل ما نحطهم في الايه؟ في الكفته بتاعتنا. طاسه على النار، بصلايه ناعمه، تومه ناعمه، ونشوح دول كده على النار. نكون هرسنا البطاطس بتاعتنا اللطيفه الحلوه في قلب الكسرولة دي. حلو. بشوكه مع شويه خضره اهو. بطاطس لازم تتسلق طبعا، ما تسيبهاش لما تتهري على النار. كمية البطاطس اللي بتسلقي فيها، كمية المية اللي بتسلقي فيها البطاطس ما تكونش كتير. ليه يا عم الشيف؟ علشان ما صفيش البطاطس من المية بتاعتها، ده مطلوب عشان ما فقدش جزء كبير من القيمة الغذائية بتاعت البطاطس، سواء النشويات سواء الكربوهيدرات. نحط شوية الخضرة على البطاطس كده. كفتي التونة بمذاق تاني، وحطيت التونة، عصرة ليمون على الوش كده. خلي بالك دي التونة تحب الليمون وتحب البصل وتحب التوم. حلو. البهارات بتاعتنا شوية ملح، حط في الاعتبار انك سلق البطاطس بشوية ملح، ما تنسيش التفاصيل دي، خلي بالك. بصلاوي والتومة بيستووا على النار. بهاراتنا ملح وفلفل وبابريكا، كمون، فلفل اسود، وعندنا زيت شديد الحرارة بيسخن. نعم يا غالي، مستحيل تفك طبعا. هقول لك ليه مستحيل تفك دلوقتي. قلبت دول كلهم مع بعض، الزيت اخباره ايه؟ زي الفل. بضيف في المقادير هنا شوية نشا. حلو. نقلب الخليط ده كله مع بعضه. ومعانا بقسماط في المقادير، ومعانا بيض في المقادير. حلو الكلام. هناخد الاتنين بيضة دول في قلب البولة كده مع شوية حليب، بنخفقهم، شوية ملح، شوية فلفل للتخلص من الزفارة. كأنك بتعملي أي بانيه، خلي بالك. حليب وبيض
رشة ملح، رشة فلفل، ده الطبيعي. البصلاية بتستوي على النار، دي أهم حاجة عندي أهي، دي مهمة جدا. زي الفل. هنقلب الخليط ده كده. معانا شوية زعتر، يلا حلو قوي للبيض. ونقلب الخليط ده كده مع بعض. حلو الكلام. ناخد البصلاية والتومة اللي استووا معانا دول، دول مهمين جدا على فكرة، هم دول الطعم. دي التركية بتاعت المغازي. اوعي حذاري وبحذرك عشان ما تبقيش عاملة كفتة وتعبانة عليها زي كفتة جمبري أو كفتة تونة، تحطي لي بصلة نية في قلب الكفتة بتاكلي مش شامة ولا مستطعمة غير ريحة البصلة. ويا سلام لو كانت البصلة متقطعة من بدري أو بصلة قديمة، قلبت المزاج وقلبت المود. بصلاية استوت مع الفص التوم الحلو، بنسقطهم كده على الخليط ده ونقلبه بإيدينا. حلو الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. التقليبة الحلوة دي كده، ونبدأ إن احنا نشكلها زي ما احنا عايزين. ممكن تعملها أقراص، تعملها دواير، تعملها زي البرجر. وانا من الناس لما بهرس البطاطس في الكفتة، سواء بعملها باللحمة سواء بعملها بسجق، بخلي البطاطس خشنة شوية. ليه يا عم الشيف؟ عشان تبقى شخصيتها باينة مع الكفتة. انما لو مهروسة جامد ما بتبقاش لطيفة. لازم البطاطس كده وانا باكل وانا بجرش يجي طالع لي كده طعم البطاطس مع طعم التونة، ياخدنا في حتة تانية. حلو؟ الخلطة دي تمام زي الفل. هناخدها زي ما هي كده. معانا الخليط ده اللي هو البيض مع الحليب، بنحطه هنا كده ونحطها في البقسماط وانا شغال. واحده واحده. في الخليط ده كده ونحطها في البقسماط. اوعى تحط ايدك في البقسماط وانت شغاله بقى، اشتغل زي ما انا شغال كده. خليك عندك هوايه الايه؟ الاحتراف. لانك لو حطيت ايدك في البقسماط مش هتعرفي تسلكيها. بعد ما تخلصي خالص تتعاملي مع البقسماط. الزيت هنا بيسخن. اذا عندي التونه بتتاكل زي ما هي من العلبه، وعندي البطاطس الجميله سلقتها، يبقى انا مطلوب من الزيت ايه؟ يعمل لي كفر ويخلي لي التونه دي كريسبي من الخارج ومن الداخل برضو مستويه. هل اصبح هنا على السفره بتاعتي الولاد هيشوفوا شكل السمك البلطي اللي انا عملته، شكله غريب شويه، متعودين ياكلوه، مش هنقدر نقنعهم غير لما يدوقوا ويجربوا. عندي ضيوف هيشوفوا الاكله دي لسه هيستفسروا عن طريقه عمايلها. هيكون على السفره بتاعتي كفته التونه بالبطاطس، هم عارفينها بالتاكيد وتفاصيلها معروفه، يقدروا ان هم اللي هيعترض على السمك البلطي ياكل من الكفته دي. عندي الزيت درجه حرارته تقريبا 150، زيت غزير بالشكل ده كده. اخر واحده. الله. وتتحكمي في السبايسي او الطعم بتاع الكفته، عايزاها سبايسي حطي معلقه فلفله، معلقه شطه، مفيش مشكله. زي الفل. نشيل كل ده ونبدا مع بعض نعمل التوبنج بتاع الكفته واحنا شغالين كده في طبق جانبي. بسم الله. الطريقه دي كويسه قوي، كانك بتعملي بانيه عادي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ تضغطي عليها كده. وعندنا زيت غزير. شفت انا ازاي اشتغلت مره واحده في البصمات؟ ايدك كده. اتعلمي كده تبقي واقفه في المطبخ ايه زي ما قالت الست ام كلثوم، واصل الخطوات يمشي ملكا. عارفه بتعملي ايه وعارفه شغاله ازاي. نعم يا غالي. احنا مع بعض هنروح من بعض فين؟ بيقول لي مش هتفك في قلب الزيت. لو انت هتعملها
اكيد هتفك في قلب الزيت، هتبقى بسبوسة. اضافة النشا للبطاطس مع التونة يدعمها ويقويها. على فكرة ممكن بدل البقسماط ده تعملها برقائق الذرة. درجة حرارة الفرن عندي، درجة حرارة الزيت عندي شديدة، خلي بالك. نعم يا غالي، ممكن نسواها في الفرن المرحلة اللي هي قبل ما نحطها في البقسماط عادي زي الفل. تعالوا نحمرها في قلب الزيت عشان مخرجنا بيأمرنا ان احنا نطلع فاصل، ننزل بقى في قلب الزيت كده واحدة واحدة عشان عندنا شوربة جندفلي عايزين نبدع فيها. اخبار الزيت ايه؟ اه بسم الله الرحمن الرحيم، ينزل كده بالشكل ده كده، ما تحطيش واحدة على التانية، قصيهم جنب بعض حلوين امامرين اهو. يلا بينا، يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده عايزين نحمر التانيين، ما تنزليش دلوقتي، هقول لك تنزلي امتى. اه خلي بالك وانت بتحمري الحاجه لازم يكون في فن وفي ابتكار. انا لو حطيت الاتنين على بعض مش هيتحمروا كويس وهتعجن منك، ولكن عايز انزل بكمان ستة. انزل امتى واحنا مع بعض دلوقتي؟ ابص كده اشوف الدنيا عملت ايه. اهز هزة وانزل بالتاني. نغرف الكفتة بتاعتنا، اللهم صل على النبي. تعالي يا كفتة، كفتة البطاطس بالتونة او التونة بالبطاطس. شفنا مقاديرها على الشاشة، بسيطة وسهلة، ولكن نحط في الاعتبار انك تعمليها لأولادك كبار السن، الأطفال هيحبوها. اللهم صل على النبي. نعم يا غالي، هنخلص الهوا وندوق مع بعض وناكل مع بعض. عايز تاكلها مع مايونيز؟ أهلا وسهلا. عايز تاكلها مع كاتشب؟ أهلا وسهلا. عايز تاكلها مع باربيكيو صوص؟ اهلا وسهلا. تعجن مين بس؟ ده الف بقى مطبخ. ما انا قلت لك التكنيك ازاي تحمرها. رقم واحد هزه، بعد الهزه الاولى بنحط ايه؟ جزء، وبعد الهزه الثانيه نحط جزء، بعد الهزه الثالثه نطلع فاصل. هناخد الكفته بتاعتنا دي كده ونقدمها لحضراتكم كده على الشاشه. اللهم صل على النبي. قدميها مع نعم يا فندم. لا ما انا عارف، ده انا بتكلم بهزر، انا بهزر بهزر. معانا الكفته بتاعتنا الجميله، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هو البلطي طلع نزل البلطي، ولكن الخبره الطهويه والفن الطهوي هو اللي في الطبق قدام حضراتكم. حولنا الاكله اللطيفه دي وسويناه بالشعور، سويناه بالزبيدي من الكويت وشعب الكويت اللطيف الجميل، سويناه بالشعور، وتحيه كبيره للشعب السعودي، الشعور هناك كتير موجود. وعملنا الجندفلي بالكريمه، وعملنا كفته البطاطس بالتونه او التونه بالبطاطس لكبار السن والاطفال، واوميجا 3 اللي موجوده في التونه اطفالنا واولادنا محتاجينها على دخول المدارس. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.
We'll be right back.